موجز لأهم الأنباء من حلب اليوم، أهلا بكم. أفاد مراسل حلب اليوم بريف إدلب عن قيام الفصائل المعارضة بقصف مكثف على مواقع قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي الشرقي. وأضاف مراسلنا أن القصف تمكنت من تدمير دبابات لقوات النظام ومقتل طاقمها على محور قرية سرجة بريف إدلب الجنوبي الشرقي إثر استهدافها بصاروخ موجه، في حين شن طيران روسي غارات جوية على بلدتي التح ومعرة حرمة بريف إدلب الجنوبي. أفاد مراسل حلب اليوم بأن قوات النظام المدعومة بالطائرات الحربية الروسية تكبدت خسائر بشرية وعسكرية على يد فصائل المعارضة في جبهة تلال الكبينة بجبل الأكراد شمال اللاذقية. وأوضح مراسلنا أن فصائل المعارضة تمكنت من صد 3 محاولات تقدم لقوات النظام، حيث دارت اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة بين الطرفين أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر النظام. قال فريق منسقو الاستجابة في بيان له إن أكثر من 11,000 عائلة، أي أكثر من 60,000 نسمة، نزحوا منذ مطلع الشهر الحالي من مناطق في شمال غرب سوريا. وأضاف أن الفرقة الميدانية تواصل توثيق المدنيين الفارين من مناطق القصف باتجاه المناطق الأكثر أمناً، كما حذر الفريق من عمليات نزوح ضخمة جديدة يصعب السيطرة عليها في حال استهداف النظام للمدن الكبرى في شمال غرب سوريا. قال والي غازي عنتاب داود جول خلال اجتماع مع ممثلي منظمات المجتمع المدني في الولاية بأن الطلاب السوريين الذين يحملون كملك غازي عنتاب ويدرسون في ولاية أخرى سيمنحون أذونات سفر تمتد لعام كامل. وأضاف الوالي خلال الاجتماع بأن فتح باب الزيارة إلى سوريا خارج إجازات العيد سيتم تفعيل هذه الخطوة خلال الفترة القادمة لحين الانتهاء من برمجة وتحضير المواقع الإلكترونية الخاص بها. عقد مسؤولون في وزارة الخارجية التركية اجتماعا مع ممثلين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لبحث الملف السوري ومناقشة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان لها أن الطرفين اتفقا على أهمية تطوير الجهود المشتركة بما يخدم تحقيق نتائج ملموسة من أجل توفير عودة آمنة وطوعية للسوريين إلى بلادهم. وأضاف البيان أن تركيا والمفوضية السامية ستواصلان العمل الوثيق في جميع القضايا المتعلقة باللاجئين بما فيها الحلول الإنسانية الدائمة بالنسبة للسوريين. تتابعونا بعد قليل برنامج قبلنا التحدي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.